بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بإذن الله في الفيديو ده هشرح لكم المحاضرة الثانية من الكلينيكال فارماكولوجي. أفكركم الأول، إحنا بنتكلم عن موضوع الفارماكوكاينيتكس، وقلت لك فارماكوكاينيتكس يعني الحركية بتاعة الدواء في الجسم. ده كان تأثير الجسم على الدواء. صلى على رسول الله. اول حاجه احنا كنا بنحط اي دواء، بنديه اي دواء سواء كان اورال زي ما انت شفت الكبسوله اللي نزلت مثلا للمعده. حلو، الكبسوله دي كان بيحصل لها ايه؟ كان بيحصل لها اول حاجه ابزوربشن مثلا من الاستومك. دي كانت اول عمليه من عمليات الفارماكوكاينيتكس. ثم بعد ما بيحصل ابزوربشن للدواء يعني امتصاص الدواء، يبدا الدواء يتوزع في كل اجزاء الجسم تحت عنوان ديستريبيوشن، توزيع. ثم بعد ما كان الدواء بيتوزع يبدأ يحصل له حاجة اسمها ميتابوليزم، يعني الدواء يعدي على جزء كبير مثلا زي الليفر، على أورجان مهم جدا في الميتابوليزم زي الليفر، يبدأ يتكسر للأجزاء استعدادا لأن الشغل بتاع الدواء ده ينتهي ويحصل له إيليمينيشن. ومن هنا كنت بقول لك الإيليمينيشن يعني انتهاء الدواء، انتهاء شغل الدواء. تاني برجع لكم عليها، اول حاجة الدواء كان بيحصل له absorption زي ما انت شايف كده، ثم distribution، ثم metabolism، ثم elimination. في اختصار كلمة ADME، آدمي. جميل، احنا المرة اللي فاتت الحمد لله اتكلمنا عن موضوع الابزوربشن، ومعاها كان موضوع مهم جدا اسمه البي كي اي اوف دراجز. النهاردة بإذن الله عايزين نتكلم عن تاني موضوع ألا وهو الديستريبيوشن. صلى على رسول الله، صلي بينا على النبي. بص يا سيدي، أول حاجة أنا عايز أفهمك إن اللي بيشيل الدواء في الجسم ألا وهو الووتر، الووتر هي اللي بتشيل الدواء. يعني أنت دلوقتي دخلت دواء جوه جسمك، مثلا آدي هذا هو الدواء باللون، مثلا خلينا نغير اللون باللون مثلا الأسود ده، تمام؟ أنت دخلت دواء جوه جسمك، اهي الجزيئات بتاعت الدواء دخلت جوه جسمك، دخلت ايه؟ للفاسكولار كومبارتمنت. جميل خالص. هو الدواء ده مش المفروض يلف على الجسم كله؟ تاني بكررها لك، ركز، افتح ودانك، ركز معايا. انت دلوقتي اديت لشخص دواء، الدواء ده هيدخل للفاسكولار كومبارتمنت، يعني هيدخل فين؟ في البلد. حلو جميل، بس هو مش هيفضل ماشي في البلد بس، لا، المفروض هيلف على الجسم كله. مين اللي بيشيل الدواء؟ الووتر. سواء كانت الووتر دي باللون الاصفر، سواء كانت الووتر دي باللون الاصفر، سواء كانت الووتر دي جوه البلاد فيسل او بره البلاد فيسل، فيما يسمى بحاجه اسمها اكسترا فاسكولار كومبارتمنت. وبنقسم الاكسترا فاسكولار دي لجزئين، جوه الخلايا اسمها انترا سيلولار كومبارتمنت، وما بين الخلايا انتر سيلولار كومبارتمنت. صلى على النبي. تاني انت بتدي دواء من بره باللون الاسود، الدواء دخل للبلط، مش المفروض يلف على الجسم كله؟ هيلف على الجسم كله. جميل، مين اللي هيشتاله؟ الووتر. الووتر اللي في الجسم، عندك في الجسم الووتر موجود في ثلاث اماكن، يا اما انترا فاسكولار فيما يسمى بالبلازما، البلازما بتاعت الدم موجود فيها ميه، ما البلازما دي تعتبر ميه. حلو، اسمها انترا فاسكولار ووتر او اكسترا فاسكولار، يعني بره البلاد. واللي بره البلاد فيسلز دي حاجه من حاجتين، يا اما ما بين الخلايا بسميها انترسيلولار او اسمها الثاني اكسترا سيلولار. اكسترا سيلولار، اكسترا يعني خارج، سيلولار يعني خليه. جميل، يبقى الميه اللي موجوده في الجسم يا اما انترافاسكولار يا اما اكسترافاسكولار، بنقسمها ليه؟ اكسترا سيلولار بين الخلايا او انتر سيلولار، وانترا سيلولار. انا عايز افرق لك بين الكلمتين. انترا سيلولار يعني داخل الخلايا اللي هي رقم واحد اهي، دي كده انترا سيلولار يعني الميه جوه الخليه، انتر سيلولار يعني الميه بين الخلايا، بين الخلايا. احفظ الاسم مهم جدا، انتر سيلولار او اسمها الثاني اكسترا سيلولار. اكسترا سيلولار يعني خارج الخلايا. صلى على رسول الله.
ركز معايا وشوف العظمة، شوف عظمة خلق الله، شوف عظمة خلق الله. صلى رسول الله، انت اول ما بتتعور النزيف بيبدأ منين؟ من البلاد فيسل. اول حاجة بتتفتح هتكون بلاد فيسل، ولذلك ربنا خلى كمية الدم في البلاد فيسل اقل جزء من الجسم، 3 لتر بس، اقل جزء في الجسم في دم هو الفاسكولار كومبارتمنت. تخيل تخيل 3 لتر بس. افتح ودانك، افتح ودانك، ركز وشوف العظمة، شوف عظمة خلق الله، شوف عظمة خلق الله. ركز معايا، الانترا فاسكولار كومبارتمنت فيها 3 لتر دم بس. ليه؟ لان انت اول ما بتنزف بتنزف منها، ولو كان فيها كمية من المية اكثر كنت هتتصفى اول ما تنزف. طيب تعال نشوف كده، امال الاكسترا فاسكولار كومبارتمنت قلت لك بتتقسم لانتر سيلولار كومبارتمنت اللي هي الميه اللي بين الخلايا، الميه اللي عايمه فيها الخلايا، ده الميه اللي عايمه فيها الخلايا، الخلايا اللي باللون الازرق، الميه اللي بين الخلايا اسمها ايه؟ انتر سيلولار. ده هي تقريبا 9 لتر، 9 لتر. حلو، اسمع اسمع جايه، اسمع جايه، وربنا خلى اكتر كميه من المية موجودة جوه الخلايا 29 لتر، 29 لتر من المية بتاعت جسمك موجودة جوه الخلايا intracellular. intracellular شفت عظمة ربنا؟ لان ربنا عارف ان انت لما تنزف هتنزف اول حاجة من البلاد فيسل، لو التيشو اتفتح ممكن ينزل لك شوية من الاكسترا فاسكولار اللي هي تحديدا الانترسيلولار، انما مخزن لك اكبر جزء من الميه في جسمك اللي انت ما تقدرش تعيش من غيرها جوه الخلايا علشان يتحافظ عليها جوه الخلايا 29 لتر، اما ما بين الخلايا 9 لتر، اما اللي جوه الفاسكولار كومبارتمنت اونلي 3 لتر. ركزت معايا؟ ركز معايا يا بطل، اسمع يا باشا. تعالى بقى يا باشا نقول لك الكلمتين اللي مكتوبين عندك. صلى الله رسول الله، ديستريبيوشن اوف ذا دراج، موضوع اليوم، موضوع الليله، الحلقه النهارده بتتكلم عن انت الدواء اللي بيدخل جوه الجسم بيتحرك ازاي ويوصل لكل خليه في جسمك، بيتحرك ازاي ويوصل للخلايا بتاعه جسمك. صلى الله رسول الله، قلت لك مكان الدواء هيكون هيبدا معاك بالفاسكولار، صح؟ مش الدواء هيدخل، هيبدا معاك في الفيس. اول حاجه هيمشي فيها الدواء هي الفاسكولار كومبارتمنت. حلو كلام، كام لتر؟ كام لتر؟ 3 لتر ميه. مين اللي بيشتل الدواء؟ الميه 3 لتر جوه الفاسكولار كومبارتمنت. لو الدواء حابب يخرج من البلازما من الفاسكولار كومبارتمنت هيدخل على حاجه اسمها اكسترا سيلولار ووتر او انتر سيلولار ووتر اللي هي قد ايه؟ 9 لتر تقريبا، 9 لتر تقريبا. طيب هيدخل جوه الخلايا الووتر جوه الخلايا قد ايه؟ 29 لتر، وده يدل على عظمة الخلق والخالق، على عظمة الخالق في خلقه لخلقه. ركز معي، ركز معي. طبعا انت لو جمعت الثلاثة، 3 زائد 9 زائد 29 هيطلع لك التوتال فوليوم اوف ووتر اللي هي توتال بادي ووتر تي بي دبليو او تي في ووتر، توتال فوليوم اوف ووتر ايا كان اللي انت عايز تكتبها، الاختصار توتال فوليوم اوف ووتر، هيطلع معاك 41 لتر، ودي كميه الميه في جسم الشخص المتوسط اللي تقريبا وزنه 70 كيلو. جميل، صلى الله رسول الله. انا ليه بفهمك قد ايه ميه موجوده في كل مكان في الجسم؟ علشان حاجه اسمها فوليوم اوف ديستريبيوشن، فوليوم اوف ديستريبيوشن حجم الانتشار، حجم الانتشار. اكتب عندك، اكتب عندك في الكتاب، اكتب عندك في المذكره، حجم الانتشار، فوليوم اوف ديستريبيوشن. افتح بقى معاك وداني، افتح ودانك، افتح ودانك معايا، افتح ودانك معايا وركز، لان ده من اصعب المواضيع في الفارما ومش عايزين نطول فيه وادخلك في معادلات صعبه ومعادلات رخمه. انا عايزك تاخد الموضوع بكل سلاسه وبكل بساطه. صلى الله عليه وسلم. انا عندي الادويه بتختلف من مكان لاخر، من دواء لاخر في الكيمياء بتاعتها، الكيمستري بتاعت الدراجز. فمثلا انا عندي همثل لك مثال بثلاث ادويه، الدواء الاولاني باللون الاخضر، ادي الدواء باللون الاخضر مثلا اهو، ليه كيمستري معينه، يعني ليه تركيب كيميائي معين. حلو، الدواء ده متواضع وما بيحبش يقعد في ميه كتيره،
والله الدواء ده بيقول لك انا يعني اخري اتوزع انتشر في 3 لتر ميه ومش عايز اكتر من كده. فبالتالي انت لما تحقن الدواء ده هتلاقيه موجود في الفاسكولار كومبارتمنت بس، في الفاسكولار كومبارتمنت بس. ليه؟ اصل هو محتاج 3 لتر ميه بس، وهو اكتفى لما دخل جوه الفاسكولار كومبارتمنت لقى فيها احتياجه اللي هي 3 لتر ميه بس. حلو، خش معايا. الدواء اللي باللون الرمادي، الدواء اللي باللون الرمادي ده اهو، الدواء ده طماع شويه، الدواء ده طماع شويه، قال لك انا محتاج يعني مش 3 لتر، انا محتاج المره دي 7 لتر ميه علشان انتشر، علشان انبسط. فالدواء ده لما دخل البلاد فيسل لقى فيها 3 لتر بس، كان محتاج 4 لتر كمان. قال لك خلاص انا هطلع من الفاسكولار كومبارتمنت، اهو انا هنا، انا هنا، انا اهو، جميل خالص، هطلع من الفاسكولار كومبارتمنت، هدخل على الاكسترا فاسكولار كومبارتمنت، تحديدا الانترسيلولار فلويد، هتوزع في 4 لتر منها كمان، هتوزع في 4 لتر منها كمان. ليه؟ اصل انا محتاج 7 لتر، وكده هنبسط خالص، هاخد 3 من الانترا فاسكولار و4 من الانتر سيلولار، 4 من الانتر سيلولار، وكده الدواء الرمادي ده خلاص بقى مبسوط معانا، خلاص مفيش اي مشاكل. جميل، صلى على رسول الله. الدواء التالت باللون البنفسجي، اهو اهو باللون البنفسجي هنا، باللون البنفسجي هنا. الدواء ده طماع، ما فيش حاجة بتملى عينه. قال لك انا علشان اشتغل في الجسم لازم اتوزع في اقل حاجة 41 لتر مية. فالدواء ده اول ما بدأ شغله دخل هنا الفاسكولار كومبارتمنت لقى فيها 3 بس، قال لك لا 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 انا مش عايز الكلام ده، انا عايز حاجه اكبر. قام طالع من الفاسكولار كومبارتمنت دخل على الاكسترا فاسكولار كومبارتمنت، بدأ بالانترسيلولار خد منها 9، كده 9 زائد 3 بقوا 12 بس، 12، لا انا لسه محتاج، انا 12 ما يكفينيش، انا عايز 41 لتر. مش مشكله، قام طالع كمان من الانترسيلولار دخل في الانتراسيلولر، دخل في الانتراسيلولر كومبارتمنت وتوزع في كل حته في الجسم. اصل هو كان محتاج 41 لتر، كان محتاج قد ايه؟ كان محتاج 41 لتر. فقام رايح لكل البادي ووتر اللي في الجسم، رايح لكل البادي ووتر اللي في الجسم. لذلك الدواء ابو 41 ده لما تيجي تدور عليه مش هتلاقيه موجود في البلاد فيسل بس، لا ده هتلاقيه اغلبيته موجوده انتراسيلولر، لانه دخل في 29 لتر من الميه انتراسيلولر. يا دكتور يا دكتور انا ما عدتش فاهم اي حاجه خالص ومش عارف انت بتتكلم في ايه. صلى على رسول الله، تاني من الاول، صلى على رسول الله، صلى على رسول الله. انت عندك حاجه اسمها بادي ووتر ديستريبيوشن، عندك 3 لتر من الميه موجودين في الفاسكولار كومبارتمنت و9 لتر من الميه موجودين بين الخلايا، بسميهم انتر فاسكولار، و29 لتر من الميه موجودين انتراسيلولار داخل الخلايا. اكتر كميه من الميه موجوده فين؟ داخل الخلايا، ودي تدل على عظمه الخالق. كمل معايا، صلى على رسول الله. عندك الادويه بتختلف تبعا للفي دي بتاعتها اللي هي الفوليوم اوف ديستريبيوشن، حجم الانتشار حسب الكميه بتاعت الدواء. والله في دواء متواضع مش محتاج غير 3 لتر ميه بس ينتشر فيهم، فبيدخل في الفاسكولار كومبارتمنت ومش بينتقل منها، مش بيدخل للاكسترا فاسكولار. حلو، في دواء يعني طماع شويه بيحتاج مثلا كميه اكتر، مثلا 9 لتر. حلو، الدواء اللي محتاج 9 لتر ده او محتاج مثلا 7 لتر اللي هي بالرمادي اهي، بالرمادي محتاج 7 لتر، خد 3 لتر لما دخل جوه الفاسكولار كومبارتمنت اتوزع في 3 لتر من الميه، وانتقل من ال 3 لتر دول لفين؟ للانترسيلولار، انترسيلولار كومبارتمنت، خد منها 4 لتر كمان واكتفى بكده، ما دخلش جوه الخلايا. ليه؟ اصل انا خلاص مش محتاج ميه اكتر من كده. اصل انا اي دواء بينتقل من مكان لاخر باستعمال الماء، الماء. بص انا بطول معاك في الحته دي وبشرحها لك بسلاسه، عايزك تركز فيها من هنا لحد 6 الصبح، عايزك تبقى فاهمها صم. الحته دي فوليوم اوف ديستريبيوشن من اصعب المواضيع في الفارما، لكن بفضل الله باذن الله انا عايزك تبقى واخدها بكل سلاسه. جميل جميل، ندخل على الدواء الثالث الطماع الجبار بتاعنا، الجبار لونه ايه؟ لونه بنفسجي، الدواء البنفسجي محتاج 41 لتر ميه، انا مش هقبل باقل من 41 لتر ميه. بدا الدواء ده شغله بانه جوه الفاسكولار كومبارتمنت، جميل جميل، لقى فيها 3 بس، قال لك لا 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 ما ينفعش معاك الكلام ده. قام منتقل من الفاسكولار للاكسترا فاسكولار، بدأ بإيه؟ بالانترسيلولار، خد منها التسعة كلهم،
ما انا هتوزع في التسعه كلهم مش مشكله. كده بقى معاه كام؟ بقى معاه 12. قال لك لا انا لسه محتاج، انا لسه محتاج 29. قام داخل في كل الخلايا انتراسيلر انتراسيلر. يا دكتور هو الدواء ازاي هيدخل جوه كل الخلايا؟ ما هو لو كميه كبيره، يعني لو انا دخلت مثلا 41 جزيء من الدواء، كل لتر هيبقى فيه جزيء واحد، كل لتر في الجسم هيبقى فيه جزيء واحد، يعني جوه الفاسكولار كومبارتمنت هيبقوا 3 جزء بس. لو هم مثلا كانوا 41 جزء، هنا جوه الفاسكولار كومبارتمنت هيبقوا 3 جزء بس، جوه الاكسترا فاسكولار تحديدا الانترسيلولر هيبقوا 9 جزء بس، اما داخل الخلايا هلاقي 29 جزء من الدواء. بالتالي الدواء اللي ليه فوليوم اوف ديستريبيوشن عاليه، فوليوم اوف ديستريبيوشن كبيره، مش هلاقيه في الفاسكولار كومبارتمنت بكميه كبيره، لا ده انا هلاقي الكميه الاكبر بتاعته جوه الانتراسيلولار كومبارتمنت، جوه الانتراسيلولار كومبارتمنت. جميل جميل، صلى على رسول الله. يجي لك دواء بقى طماع جدا باللون الاحمر اهو، دواء طماع جدا باللون الاحمر، يقول لك والله انا محتاج فوليوم اوف ديستريبيوشن 500 لتر. تقوم انت باصص له كده وقال له هجيب لك ال 500 لتر دول منين؟ قال لك والله مش عارف بقى، انت اتصرف، انا عايز 500 لتر. تقول له والله بص انا ما عنديش غير 41 لتر، اتوزع فيهم براحتك. بس ثانيه، هو الدواء ده الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعته كام؟ 500 لتر. يعني هو هينبسط قوي لو دخل في قد ايه؟ في 500 لتر بس. انا هجيبهم له؟ لا انا مش هجيبهم له، ما انا مش هخلي الجسم 500 لتر، هو اخر الجسم معايا 41 لتر، اخر الجسم معايا 41 لتر. فالدواء ابو 500 لتر دول هيتوزع في كل ذره في الجسم، كل ذره في الجسم، حتى في سوائل جوه العين هيدخل جواها، في سوائل جوه الدماغ البرين اسمها سي اس اف هيدخل جواها، كل ذره في الجسم هيدخل لها. ليه؟ اصل هو ليه فوليوم اوف ديستريبيوشن عاليه جدا، فوليوم اوف ديستريبيوشن عاليه جدا. بس في الحقيقه ال 500 لتر دول يعني انا مش عارف، مش حاجه فسيولوجيه، اصل ما فيش حد عنده 500 لتر ميه في جسمه. امال ده ايه؟ ده رقم ابارنت، رقم ثيوريتيكال، رقم مش حقيقي، رقم ثيوريتيكال، هو رقم مجرد على الورق في الثيوريز. يعني الراجل اللي صنع الدواء قال لك الدواء ده بيحب 500 لتر، لكنه مش هيلاقي 500 لتر، عمره ما هيلاقي 500 لتر جوه الجسم. قمت انا جيت اعرف لك بقى الفوليوم اوف ديستريبيوشن. لما العلماء اجتمعوا على قهوه المحمديه، قاموا قاعدين كده مع بعض، اتجمعوا وفضلوا مستنيني لحد ما انا جيت. قمت قايل لهم بصوا يا جماعه، الفوليوم اوف ديستريبيوشن ده ما ينفعش اسميه فيسيولوجيكال فوليوم، اصل في ادويه هلاقيها محتاجه 500 لتر او 1000 لتر، ده في ادويه محتاجه 13000 لتر علشان تنبسط. هجيبهم لها منين بقى؟ هجمع الناس ادمجهم؟ مش هينفع، لا مفيش الكلام ده. فانا قمت مسمي الفوليوم اوف ديستريبيوشن هو الابارنت فوليوم، الابارنت فوليوم اللي هو مش واقعي، ابارنت على الورق بس، ثيوريتيكال ابارنت فوليوم يعني حاجه على الورق بس. اوف ووتر، الفوليوم بتاعت الووتر اللي الدراج بيحب يتوزع فيها، اللي الدراج بيحب يتوزع فيها. افتر ديستريبيوشن اكويليبريم، لفظ ديستريبيوشن اكويليبريم ده لازم تبقى فاهمه كويس جدا. الدواء لما بيدخل الجسم بياخد فتره نص ساعه ساعه الى ان يتم توزيعه على كل الاجزاء اللي بيحبها. الفتره دي بسميها ديستريبيوشن اكويليبريم لحد ما يحصل حاجه اسمها ديستريبيوشن اكويليبريم، يعني كل جزء من الدواء خلاص بقى موجود في المكان بتاعه. حلو، يعني لو سحبت الدواء من دراعي اليمين هلاقي نفس التركيز اللي في دراعي الشمال. حلو، يعني صلى على رسول الله، لو انا حقنت حقنه في دراعي الشمال وانا بحقنها في الشمال، قمت قايس نسبه الدواء في اليمين في نفس الوقت، هلاقي حاجه؟ مش هلاقي حاجه طبعا، لسه ما وصلتش اصلا لليمين. بسيبها نص ساعه او ساعه علشان يحصل ديستريبيوشن اكويليبريم، اتزان توزيع، اتزان توزيع. عبال ما يحصل الديستريبيوشن اكويليبريم ده اقدر ساعتها اشوف هو الدواء راح لقد ايه من الفوليوم بتاعته. تاني فوليوم اوف ديستريبيوشن، حجم الانتشار، حجم الانتشار بتاع الدواء. لما العلماء قعدوا قمت انا قايل لهم اتس ابارنت فوليوم، ما هوش فوليوم حقيقي، اصل انا مش هقدر احقق كل الفوليومز اللي هتبقى مطلوبه مني. لا، في كيمستري بتاع الدواء محتاجه 500 لتر، هجيبها منين؟ مش هعرف اجيبها. في فوليوم تانية محتاجه 3 لتر. حلو، صلى على رسول الله. طيب صلى على النبي، تعالوا لما نشوف احنا ازاي نعرف الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاع الدراجز.
يعني ازاي بمعنى صح نقيس الفوليوم اوف ديستريبيوشن. صلى على رسول الله. انا هفترض فرضا ما ان انا حقنت دواء هنا مثلا 15 مللي جرام، حلو، حقنت دواء انترافينوس مثلا في الحقن الوريد على طول في الحقن الوريد السريع 15 مللي جرام، حلو الكلام جميل. سبته ساعة مثلا او حاجة لما حصل حاجة اسمها ايه ديستريبيوشن اكوليبريم، حلو الكلام، وقمت واخد عينة، قمت واخد عينة اشوف التركيز بتاع الدواء ده كام، التركيز بتاع الدواء بقى كام في البلد، انا حطيت كام 15 مللي جرام، ده كده ايه كتلة اماونت، دي اماونت. بعد ساعة بعد ما حصل ديستريبيوشن اكوليبريم خدت عينة وقلت اشوف تركيزها كام، لقيت التركيز مثلا يعني 5 مللي جرام لكل لتر. التركيز طبعا انت عارف ان هو مللي جرام للتر، انما الاماونت مللي جرام بس. حلو، تاني انا حقنت 15 مللي جرام بعد ساعة بعد ما حصل حاجة اسمها ديستريبيوشن اكويليبريم، خدت عينة شفت تركيز الدواء بقى كام، لقيته 5 مللي جرام لكل لتر. يا دكتور 5 مللي جرام لكل لتر يعني، طب ما تقسم لي كده الكمية اللي انت حقنتها على التركيز، شيل الملي جرام مع الملي جرام، جميل خالص، 15 على 5 تطلع معاك ايه ب3 لتر، وهي دي الفوليوم اوف ديستريبيوشن. صلى على النبي صلى على النبي، اصل 5 مللي جرام لللتر لو ضربت 5 في 3 لتر تديني 15 مللي جرام الاماونت اللي انا اديتها. ده معناها ان الدواء فضل موجود هنا في الفاسكولار كومبارتمنت، ما خرجش منها، اصل انا اديت 15 مللي جرام ولما جيت اشوف تركيز الدواء لقيته 5 مللي جرام لكل لتر، 5 مللي جرام لكل لتر، اقسم الاثنين على بعض 15 على 5 اللي هي اماونت، اماونت على كونسنتريشن، الاماونت اللي انت اديتها 15 مللي جرام على كونسنتريشن بعد الديستريبيوشن اكوليبريم ادتني 3 لتر، وهي دي الفوليوم اوف ديستريبيوشن. تعالى كده لما افهمها لك اكتر، ركز معايا. ايد الشخص ده انا حقنته مثلا 100 مللي جرام من الدواء، حلو، حقنته خلاص 100 مللي جرام واستنيت ساعه مثلا، حلو، وجيت قمت واخد اشوف التركيز بتاع الدواء بقى كام، لقيته 50 مللي جرام لكل لتر، 50 مللي جرام لكل لتر، انا حقنت قد ايه؟ حقنت 100 مللي جرام. جيت اشوف التركيز بعد ساعه لقيته 50 مللي جرام لكل لتر. حلو، اقسم لي كده الاثنين على بعض، اقسم لي الاثنين على بعض هيطلع لك اهي، دي ايه؟ دي اللي هي الدوز اللي انا اديتها اللي هي الاماونت، ودي ايه؟ دي بلازما كونسنتريشن، التركيز بتاع الدواء بعد ساعه تقريبا. اقسم لي الاثنين على بعض 100 على 50 هتطلع معاك 2 لتر، 2 لتر، 2 لتر، 2 لتر، وهو ده الفوليوم اوف ديستريبيوشن. الفوليوم اوف ديستريبيوشن احفظها زي اسمك اوعى تنساها. بتعمل ايه؟ بتدي الدواء، بتجيب الاماونت اللي انت اديتها وتستنى ساعه اللي هي اسمها ايه، اللي هي اسمها ديستريبيوشن اكوليبريم، بستنى لما يحصل اكوليبريم اشوف التركيز، اقسم الدوز اللي انا اديتها 100 مللي جرام على التركيز يطلع لي 2 لتر، اللي هي تقريبا تقريبا ايه اللي هي الفوليوم اوف ديستريبيوشن، اللي هي الفوليوم اوف ديستريبيوشن. تمام، يبقى عندك قاعده لازم تحفظها مهمه جدا، calculation of volume of distribution، volume of distribution اللي هي VD بيساوي total amount of drug اللي انت اديتها اللي موجوده في البادي دلوقتي على البلازما concentration امتى؟ after distribution equilibrium، وتطلع لي الناتج بالليتر، لان دي كانت مللي جرام وده هي مللي جرام لكل ليتر، تشيل مللي جرام مع المللي جرام يفضل لك ليتر بس. حلو الكلام. يفيدني بايه بقى الفوليوم اوف ديستريبيوشن يا دكتور؟ كل ده انا عمال اهري في كلام يا دكتور وموضوع طويل وانت عمال تفهمنا وكل حاجه جميل وعلى راسي، بس الموضوع ده يفيدني في ايه؟ صلى على رسول الله. بكل بساطه لو لقيت الفوليوم اوف ديستريبيوشن اقل من 5 لتر، اقل من 5 لتر، ده معناه ان الدراج موجود في الفاسكولار كومبارتمنت بس، في الفاسكولار كومبارتمنت بس، ولو الشخص عنده توكسيستي من الدواء ده اقدر ان انا اعمل له غسيل كلوي اللي هي دياليسيس، غسيل كلوي لان هو بيغسل، الغسيل الكلوي ده بيغسل البلاد بس، بيغسل البلاد بس، فبالتالي اقدر اتخلص من الدواء. يبقى الشخص لو واخد دواء
الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه اقل من 5 لتر، ده معناها ان الدواء هيفضل موجود في الفاسكولار كومبارتمنت بس، واقدر ان انا اشيله بالدياليسيس بالغسيل الكلوي، اقدر ان انا اشيله بالدياليسيس اللي هو الغسيل الكلوي. لو الدواء الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه من 5 ل 15 لتر، من 5 ل 15 لتر، ده معناها ان الدواء موجود في الفاسكولار كومبارتمنت والاكسترا سيلولار فلويد اللي هي الاي سي اف اكسترا سيلولار فلويد. طب والله يا دكتور استعمل دياليسيس ولا لا؟ لا يا باشا، ايه دي بقى؟ ابقى ارجع لي فيها، تعالى الاستشاري بتاعك وانت قاعد كده، ما تستعملش لوحدك، ما تعملش حاجه لوحدك، لا دي ترجع فيها للاستشاري، هو هيقول لك لو انا الدياليسيس هيفيدني مع الدواء ده اهو استعمله، لو مش هيفيدني هيقول لك ما تستعملوش. حلو، صلى على رسول الله. انما لو التوتال فوليوم اوف ديستريبيوشن اكتر من 41 لتر، اكتر من 41 لتر او 41 لتر، ده معناها ان الدواء معدي الفاسكولار كومبارتمنت ومعدي الاكسترا سيلولار فلويد وماسك في التيشو بروتين، ماسك في التيشو بروتين هايلي باوند، ماسك بشده في التيشو بروتين، وما اقدرش اشيله بالدياليسيس لان انت بتغسل البلد انما ما بتغسلش التيشو، انت بتغسل البلد، بتعمل غسيل كلوي، دياليسيس غسيل كلوي، بتنظف البلد مش بتنظف التيشو. حلو، صلى على رسول الله. تاني الكالكيوليشن بقى، صلى على رسول الله، بتاعه اللودنج دوز تقدر تجيبها بالمعادله لودنج دوز بتساوي الفوليوم اوف ديستريبيوشن في السي بي اللي هي الكونسنتريشن في البلازما. ايه ده المعادله دي انت جبتها منين يا دكتور؟ ما هي دي، هي دي، ما هي دي، هي دي اللودنج دوز اللي هي التوتال اماونت اللي انت عايز تديها، الاماونت اللي انت هتديها في الحقنه فيما يسمى بحاجه اسمها لودنج دوز، الدوز اللي انت هتديها لودنج دوز. يعني ايه لودنج دوز؟ يعني دوز كبيره هستعملها، هنبقى نتكلم عنها بعد كده اللودنج دوز في حد ذاته، بس دي عباره عن اماونت اوف دراج، اللودنج دوز هي اماونت اوف دراج. طيب ما هي الاماونت اوف دراج دي بتساوي ايه؟ بتساوي الفي دي في البلازما كونسنتريشن، الفي دي في البلازما كونسنتريشن، ما فيهاش اي مشاكل، نفس المعادله قالها لك، بس بيقول لك ان دي احد فوائد استعمال الفوليوم اوف ديستريبيوشن، ان اللودنج دوز بتساوي الفوليوم اوف ديستريبيوشن في السي بي اللي هي بلازما كونسنتريشن، هنتكلم عنها بعدين باذن الله. صلى على رسول الله. الموضوع اللي بعد كده، الادويه بتمسك في البلازما بروتين، خليك معايا الاول وركز معايا علشان عايز افهمك حاجه. الادويه اغلبها مش بتعرف تمشي في البلط لوحدها، لازم حاجه كده تبقى ماسكاها في البلط، ما هي مش هينفع تسيح كده في الميه بتاعه البلط. اه جزء كبير منها بيبقى سايح كده وهو ده الجزء اللي بيشتغل، بس الجزء الثاني لازم البلازما بروتين تمسكه، لازم البلازما بروتين تمسكه. صلى على رسول الله. الدواء ماشي عندك في البلد في الصورتين دول، صوره ماسكه في الالبيومين تحديدا او البلازما بروتين بشكل عام اهي، او دي صوره ماسكه في الالبيومين او في اي بلازما بروتين بشكل عام، ودي ماشيه ما بتعملش اي شغلانه، شايلاها بس، شايلاها، اقدر اعتبرها مخزن للدواء. وجزء تاني مش ماسك في البلازما بروتين، مش ماسك في البلازما بروتين، هو ده الجزء اللي بيروح للتيشو ويعمل لي الشغل بتاعي، هو ده الجزء اللي بيديني الايفكت بتاع الدراج، الجزء المبتسم الجميل ده. حلو، يبقى انت الدواء ماشي عندك في الفاسكولار كومبارتمنت حاجتين، يا اما ماسك في البلازما بروتين يا اما مش ماسك في البلازما بروتين. لو ماسك في البلازما بروتين بيزعل لانه مش بيدي شغل، انما لو مش ماسك في البلازما بروتين بيبقى مبسوط وفرحان لانه هيعدي للتيشو ويعمل لي الشغل بتاع الدواء. حلو كلام، صلى على رسول. ايه فايده ان الدواء يمسك في البلازما بروتين؟ اول حاجه الفارماكولوجيكال ايفكت بتاع الدراج ريليتد اونلي للفري بارت اللي مش ماسك، ريليتد اونلي للفري بارت اللي هو مش ماسك. امال الباوند بارت ده بيعمل ايه؟ ده مجرد ريسيرفوار، يعني مجرد مخزن، مجرد مخزن. طب ما انا لو عندي المخزن من ده موجود بكثره، ده معناها ان الدواء بقى كل شويه المخزن ده هيطلع لي حبه، كل شويه المخزن ده هيفك لي حبه، كل شويه المخزن ده هيفك لي حبه، فبيديني وقت اطول في الشغل بتاع الدواء، بيبرلونج الفارماكولوجيكال ايفكت بتاع الدراج، بيبرلونج الفارماكولوجيكال ايفكت بتاع الدراج. اهي 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 بايندنج اوف دراج تو بلازما بروتين بيبرلونج زير ايفكت، بيبرلونج زير ايفكت. اظن انت فهمتها. صلى على رسول الله. في عندك بقى مشكله رهيبه، مشكله رهيبه، صلى على رسول الله. لو انت عندك دواء زي الورفارين، الورفارين ده على فكره من هنا لحد ما نبقى ناخده في الترم الثاني، الورفارين ده اصلا سم فري، الورفارين ده اكتشفوه في الاول كسم فري،
حلو. هما اكتشفوه في مزرعة كده، واحد صاحب مزرعة لقى البقر بتاعه بيموت بنزيف، لأن الدواء ده بيعمل سيولة. بس اكتشفوا بعد كده، جم قالوا لي والله احنا لقينا البقر بيموت بنزيف، والله تقدر تستفيد ايه من المعلومات دي؟ قمت قايل لهم هاتوا لي الدواء ده كده وهاتوا لي البقرة دي، وقمت مطلع منها مادة اسمها ورفارين، وقلت لهم والله الورفارين ده انا هستعمله لعلاج او لزيادة سيولة الدم وعلاج الجلطات عند البني آدمين. الورفارين ده اصلا اكتشفوه كسم فران، ولقوا الفران كمان بتموت منه، فعملوا منه سم فران، عملنا منه سم فران، بس دلوقتي بنستعمله كدواء للناس اللي عندهم جلطات. المهم هو دواء للسيوله، دواء للسيوله حلو. بس خد بالك بقى ان 99% منه ماسك في البلازما بروتين، 99% منه ماسك في البلازما بروتين، يبقى 1% بس هو اللي مديني ايفكت، مش كده؟ مش انا قلت لك الجزء اللي مش ماسك في البلازما بروتين هو ده اللي بيديني ايفكت؟ جميل. تخيل انت بقى دخل لك اي دواء تاني بيمسك في البلازما بروتين وقام زقه، يعني مثلا ده الورفارين مثلا ماسك في البلازما بروتين، جه دواء تاني قام زائق الورفارين وقعد مكانه، واضح ان هو عمل ديسبليسمنت للورفارين من البروتين اللي كان ماسك فيه، يعني زود لي الان باوند بارت. هي كانت كام؟ كانت 1% بس، وهي اللي بتديني الايفكت. تخيل لو بقت 2%، مجرد 2%، ثانية ده 2% دي ضعف ال 1%، يعني ضعف الايفكت، يدخل في ورفارين توكسيستي بكل سهولة، ورفارين توكسيستي بسبب ان انا خليت ال 1% بقت 2%. اهي اهي معاك، بيقول لك any small displacement of the bound part، يعني الجزء اللي ماسك في البلازما بروتين، for example another 1% another 1% is displaced، هيعمل لك دراماتيك توكسيستي، حاجة اسمها دراماتيك توكسيستي، يعني توكسيستي درامية بسرعة جدا، دراماتيك توكسيستي. ليه؟ أصل أنت عملت دبل ذا أماونت أوف ذا فري بارت، أنت كنت بتدي إيفكت ب1%، مرة واحدة بقوا 2%، يعني لو 1% ده بيديني إيفكت مثلا 100، ال 2% هيديني إيفكت 200، واخد بالك؟ أنت ضعفت الإيفكت، وهو أنا بقول لك دواء أصلا بيستعملوه كسم فران، سم فران. حلو، صلى على رسول الله. معلومة إن بي عندك بيقول لك بالمناسبة برضه رقم 4 ده اهي، بيقول لك لو عندك أي ديزيز بيقلل الألبيومين دي، إن عدد الألبيومين ده اهو هيبقى قليل، عدد الألبيومين ده اهو هيبقى قليل، يبقى الدواء هيمشي في الدم مش لاقي حاجة تمسكه، فالفارماكولوجيكال إيفكت بتاعه هيزيد برضه. فبالتالي لازم وأنت بتعالج أي حد تبقى متأكد هو عنده أمراض ولا لأ، بص عليه اتأكد هو عنده ألبيومينيميا ولا لأ مثلا، او كرونيك ليفر ديزيز، لان في الليفر ديزيز الليفر هو اللي بيكون الالبيومين، رينال فيلير بيخرج البيومين، بريجنانسي بيعمل مشاكل في الالبيومين، كل الامراض دي بتعمل مشاكل في الالبيومين، بيأفكت الليفل بتاع الالبيومين. المهم ده ممكن يعمل لك بروبلم، مشكله مع الادويه، تزود الايفكت، تدخلك في توكسيست. ان بي لاحظ ان الالبيومين بيقول لك موست امبورتنت بلازما بروتين فور بايندنج، يعني هو ده اهم واحد في البلازما بروتين اللي بيمسك في الادويه، بس بيمسك في اغلب الادويه، فهو مش سبيسيفيك بدواء معين، وبيحصل انتر اكت مع ذا سيم بايندنج سايت كوزنج ديسبليسمنت اللي انا قلت لك عليها، دواء تاني بيدخل بيشيل الدواء اللي كان راكب على الالبيومين ويركب مكانه. هايبو البيومينوميا يعني نقص، هايبو البيومينيميا يعني نقص الالبيومين في الدم، بيزود الفري بارت بتاعت الدراجز، بيعمل سيريس بروبلم. كلام سهل خالص، ما فيهوش اي مشاكل، من صديقنا اللي كاتب الكتاب. حلو، صلى على الرسول. الموضوع اللي بعد كده الا وهو الميتابوليزم بتاع الدراجز، الميتابوليزم بتاع الدراجز، وبسميها بايو ترانسفورميشن يعني تحويل الدواء من صيغه الى اخرى. انا ليه بعمل ميتابوليزم للدراجز؟ علشان اعمل ترمينيشن للشغل بتاع الدواء، ما هو الدواء مش هيفضل شغال في جسمي بقيه حياتي، لا، ما انا لازم اكسره وارميه بره الجسم، اكسره وارميه بره الجسم. معلومة لازم تكون عارفها، الليفر هو أكتر أورجن بيكسر الأدوية، أكتر أورجن بيكسر الأدوية، بس مش هو لوحده، مش هو لوحده، هو أكتر أورجن بيكسر الأدوية بس مش هو لوحده. الكدني بتكسر، اللنج بتكسر، الأدرينال جلاند اللي هي الغدة الجار كلوية، اللي هي أدرينال جار كلوية، الغدة الجار كلوية برضو بتكسر. المهم يبقى الليفر هو اكتر مكان بيكسر الادويه، بس مش لوحده، الكدني كمان بتكسر، اللنج بتكسر، الغده الجار كلويه برضو بتكسر. حلو، بالمناسبه معلومه ليك، بما ان انتوا في سنه اولى لازم تعرفوا ترمينولوجي تتعلموها كويس، ادرينال
ادرينال اتسمت ادرينال لانها بجوار الكلى، اد يعني بجوار، رينال يعني كلى، او يعني باللاتيني رينال اللي هي الكلى. حلو، ادرينال بجوار الكلى، لقوها ان هي الجلاند الغده اللي فوق الكليه، الغده اللي فوق الكليه، قمنا مسمينها ادرينال جلاند. حلو جميل، صلى على رسول الله. انا غالبا التارجت بتاعي ان انا احول الدواء اللي بتسولوبل لووتر سولوبل. مين شاطر وعينه تبقى زي الصقر وبرنس في الفارما ويقول لي ليه؟ اقول لك انا ليه. لان الليبد سوليبل دراجز ممكن يحصل لها ري ابزوربشن تاني وهي خارجه، ممكن يحصل لها ري ابزوربشن تاني وهي خارجه من الكدني. ليه؟ اصلها بتعدي اي سيل ممبري. انما الووتر سوليبل دراجز او تحديدا الووتر سوليبل فورم من الدراجز بتبقى بولر. بولر يعني ايه؟ يعني شايله شحنه، يعني حواليها ميه ما بتعديش السيل ميمبرين، فبيحصل لها ترابنج جوه الكدني وتخرج بره الجسم، ما ينفعش يحصل لها ري ابزوربشن تاني. علشان كده انا بحول الليبيد سولوبل دراجز ل ووتر سولوبل دراجز اللي هي بولر دراجز. حلو، عشان اخرجها بره الجسم. صلى الله. عندي انواع كتير من الميتابوليزم. ممكن الميتابوليزم اللي هو الرئيسي والمين واللي احنا اهم حاجه عندنا ان انت تحول اكتيف دراج لايه؟ لان اكتيف دراج او ان اكتيف ميتابولايت، تحديدا اكتيف دراج لان اكتيف ميتابولايت. ميتابولايت يعني نواتج تكسير، اكتيف دراج يعني دواء شغال حولته ل ان اكتيف ميتابولايت يعني نواتج تكسير لا تعمل، يحصل ايه؟ توقف الدراج افكت. حماده هلا ما فيهاش اي مشاكل. او تحول اكتيف دراج الى اكتيف دراج برضو او اكتيف ميتابولايت يعني نواتج تكسير بس تعمل وتديني افكت، معناها ان الاكتيف ده لو اشتغل 4 ساعات والاكتيف ميتابولايتس دي اشتغلت 4 ساعات، يبقى انا خليت الدواء يشتغل 8 ساعات، يعني عملت برولونجيشن للدراج افكت. اعرف المثال الكودين اللي هو الاكتيف دراج، زي تاني الكودين، الكودين ده اكتيف دراج، بكسره للميتابولايزد لي المورفين اكتيف برودك. والمورفين اصلا ده انت كده عارفينه بتاع اخواتنا اللي بينجكوا، مورفين مهم جدا. مورفين ده دواء بيعمل بيخدر الجسم، الدواء ده بيخدر الجسم، بيخليك مش حاسس بحاجه. حلو، بس بيخلي مزاجك حلو كده وعنب وزي الفل يعني. حلو، خليك حاسس ان انت مبسوط كده. حلو، المهم الكودين ده مخدر برضه. حلو كلام، بيتكسر ليه مورفين برضه مخدر، ده اكتف وده اكتف، فبيحصل برولونجيشن للايفكت. يا دكتور امال هيخلص امتى؟ ما هو المورفين ده بيتكسر لحاجه بقى انكتف ويخرج بره الجسم، المورفين ده بتخسر الحاجه انكتيف ويخرج بره الجسم. طيب ممكن يحصل حاجه اسمها انكتيف دراج بيتحول ليه اكتيف ميتابولايت، ودي بسميها برو دراج. برو من هنا لاخر الطب يعني ما قبل، برو يعني ما قبل، برو دراج يعني ما قبل الدواء. هو الدواء فين؟ اللي هو الاكتيف ميتابولايت، هو ده اللي هيديني الايفكت. امال انا اديت ايه للشخص؟ ادي له حاجه اسمها انكتيف دراج، وده هيتحول جوه الجسم لاكتيف ميتابولايت، فسمي ده برو دراجز. برو دراجز زي الانالابريل، دواء هتاخده في السي في اس، انكتيف دراج بس بتكسر لي انالابريلات، انالابريلات ده الاكتيف ميتابولايت. حلو، اخيرا اخيرا خد بالك، هام جدا جدا، دواء نون توكسيك ما بيعملش حاجه، دواء نون توكسيك ما بيعملش حاجه عادي، يعني هو دواء مفيد للجسم زي الباراسيتامول. الباراسيتامول اللي هو بيبقى موجود في البنادول والادول والحاجات دي، باراسيتامول بيتكسر جوه الليفر لحاجه اسمها نبك، نبكي ان اسيتيل بنزو كينون، ان اسيتيل بنزو كينون نبك، ان اسيتيل بنزو كينون دي ماده توكسيك، توكسيك جدا، ممكن تبوظ الليفر، ممكن تبوظ الليفر. لذلك في حاجه اسمها اصلا باراسيتامول توكسيستي، باراسيتامول توكسيستي او اسيتامينوفين توكسيستي، اللي هي بيتحول فيها دواء نون توكسيك باراسيتامول لدواء توكسيك، او مش دواء بقى، لتوكسيك برودكت، توكسيك برودكت اسمه نبك، ان ستايل بنزو كينون. هام جدا لازم تبقى حافظها زي اسمك. باذن الله هكمل البايوكيميكال رياكشن فيز 1 وفيز 2 في الفيديو الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.